عاملين ايه؟ فيديو جديد النهارده معايا. النهارده ريفيو عن كريم حلو حلو ان شاء الله هيعجبكم، ان شاء الله تجربوه وهيعجبكم باذن الله. انا مش هقول لكم الفاصل بتاعي، فهنتكلم على طول لان انا بنفسي مستعجله ان انا اقول لكم انا جايه النهارده اقول لكم عن ايه. النهارده هتكلم معاكم عن نوع كريم بجد جربته ما كنتش عارفه ان هو موجود، من شركه جلايسوليد. ده جلايسوليد سوفت كريم، تمام. انا كنت جربت الجلايسوليد اللي هو اللوشن واللي هو الكريم اللي هو لونه احمر، هطلعه لكم على الشاشه تشوفوا شكله المعروف لينا كلنا، بس ما كنتش حابه فكرته لانه فازليني قوي وبيلزق، وانا بحب الحاجات اللي هي ضروري جدا كان بالنسبه لي ان انا الاقي حاجه سريعه الامتصاص، لان انا عندي مشكله في دي جدا، فما بحبش اللي هي اللزوجه والحاجات دي خالص. غير ان انا كمان كنت بستعمله على بشرتي النوع دوت اللي هو الاحمر اللي قدامكم، فلقيت بعد كده بيلم اتربة وابتدي ان هو يعمل لي اوساخ، فبصراحة ما كملتوش حتى وفضل مركون عندي لحد اصلا كمان ما صلاحيته باظت ورميته. فمؤخرا جربت بقى جلايسوليد اللي هو سوفت كريم دوت بالصدفة، يعني كنت جايباه، كان عرض من صيدلية على مع غسول، فجبته انا وصاحبتي. فبصراحة لما جربته عجبني جدا فكرته. بصوا هو مكتوب عليه جلايسوليت سوفت كريم، كريم مرطب للعناية بالبشرة. خلي بالكو ان ده لونه ابيض، انا عارفة ان جلايسوليت كل منتجاتها لونها احمر، تمام. هو بنعم بيرطب كمان، بيحمي. الشركة بتاعت جلايسوليت دي هي شركة ألمانية، بس ده صناعته مصري، حتى هنلاقي مكتوب على العلبة بتاعته من ورا. ممكن تستعملي ايدك وبشرتك وكمان اي مكان في جسمك. حجمه حلو، حجمه 100 ملي، حلو. ترطيبه بصراحة هايل جدا جدا، ريحته خفيفة وسريع الامتصاص زي ما انا قلتلكم، وخفيف جدا جدا بصراحة على البشرة. كمان هو عجبني لما جربته، هو حلو، انا شايفاه ان هو يكون حلو في الصيف وفي الشتاء لان هو خفيف. حلو قوي كمان لو استعملتيه كترطيب بشرتك قبل ما تحطي ميك اب. في جليسرين ويعني في جليسرين بس بيرطب حلو ووفى مش بيلزق، وانا هوريكم دلوقتي. حلو كمان بقى، دي مش تجربتي انا، دي تجربة صاحبتي قالت لي حلوة قوي، اللي هي الغمقان اللي هو بتاع الكوع وعند الركب والحاجات دي، فبيرطب اللي هي الحتت الناشفة دي فبتروح بصراحة. بصوا انا بقى هوريكو ملمس ده شكل الكريم من جوه. بصوا بصوا بقى خفيف قوي قوي، تمام. خليني بقى اوريهولكو على الايدي. بصوا خفيف جدا جدا، مش بعدين بيروح بسرعة، عاجبني اوي بصراحة. انا تقريبا رايحة جاية عليه دلوقتي، لو غسلت ايدي او رحت غسلت المواعين اللي ما بتخلصش دي، بحطه. فبصراحة بيرطب حلو قوي، بيرجع بشرة ايدي اليونة بتاعتها دي تاني. كمان عشان الشتا وكده، فانتوا عارفين الجلد ايدينا فتلاقيه ناشف ومشدود ومسقع والكلام ده كله. حتى لو طبيعة ايدك مش كده او جسمك كده، لا ده بصراحة وبيفتح، فكان عاجبني قوي بصراحة. فده كان تجربتي عنه. انا بصوا ده تقريبا يعني كلت شوية منه لان انا رايحة جاية بصراحة عليه، فعجبني قوي لان انا موضوع الترطيب ده موضوع مهم جدا بالنسبة لي. فده كان ريفيو بتاعي عن جلايسوليت سوفت كريم، فبجد هيعجبكم. هو استعمليه طول النهار، خليه معاكي في شنطتك، هو حجمه صغير بقى. ده كان نهاية الفيديو بتاعي. ما تنسوش لايك سبسكرايب لو الفيديو عجبكم، وشير مع اصحابكم. اشوفكم في فيديو جديد، وهقول لكم دلوقتي باي باي.